محلات تجارية فارغة لا يوجد بها أي نشاط مهني أو حرفي منذ بنائها وسط مدينة أفلو بالأغواط، إضافة إلى اهترائها وتخريبها وجعلها مكبا للنفايات، أمر جعل من سكان المدينة يناشدون السلطات المحلية لإعادة دراسة ملفات المستفيدين منها. احنا ماذا بينا هذه المحلات يعطوهم للشباب، وخاصة جماعة الميتي اللي عنده مثال نجار سوداري يجي يستغلهم ولا يديهم التكوين هذا. تشوف الحوانيت هذو مهمشين مكسرين، يعني مو مستفيد منهم حتى واحد. هذا ماذا بينا السلطات المحلية تلقى لهم محل في أقرب الأجل. فيما أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أفلو على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحلات في أقرب الأجل. طبعا محلات الرئيس عزوف المستفيدين من توظيفها يعود إلى عدة أسباب. السبب الأول هو موقعها لمواقع غير قابلة لنشاط تجاري. احنا منذ تنصيبنا كمجلس شعبي بلدي قمنا بإحصاء هذه الحالات جميعا. الناس اللي حابة تتم في النشاط نتاعها مرحبا بهم ويبغاو في النشاط تاعهم. الناس اللي تخلوا على المحلات هذه نعلموهم بعد عدة إعدالات، ورايحين نسترجعوا المحلات، والمحلات رايحين نوزعوها على الناس اللي تريد أن تقيم نشاط حرفي بها. هي إحدى المشاريع التي عملت عليها الدولة الجزائرية للدفع بعجلة التنمية وخلق مناصب شغل للحد من البطالة، إلا أن هذه الأخيرة لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المستفيدين منها.